مساء الخير على حضراتكم متابعين جريدة الدستور في كل مكان. معكم سارة الورداني، مراسل جريدة الدستور من محافظة الشرقية. النهاردة معنا نموذج جميل، نموذج لطفل يوسف رجب استباعي، عنده 14 سنة. يوسف اتعرض وهو صغير لوقعة كده بسيطة، يعني هي مش بسيطة قوي، أدت لأن هو اتصاب بانفصال في الشبكية، فقد البصر، وده هو دلوقتي يعني دخل مدرسة النور بتاعة المكفوفين. ما استسلمش، يوسف عمل حاجة كويسة قوي، وهو انه حط كل تركيزه وهدفه في حفظ القرآن وتأييد القراء الكبار، بيحلم ان هو يبقى زيهم. يوسف لما سألته نفسه في ايه، رغم ان هو شاطر جدا في حكاية القراءة والتلاوة، الا ان هو قال لي انا نفسي اطلع زي الشيخ الشعراوي، نفسه يفسر القران. يعني هو مش بس يعني عايز يحفظ القران ويتقنه كمان، لا ده هو عايز يجمع بين العلم والدين، عايز يفسر. يوسف ازيك؟ الحمد لله، انا سعيد. عامل ايه؟ الحمد لله، انا سعيد. يوسف من مركز ابو كبير هنا في محافظه الشرقيه، النهارده رحنا له عشان نسمع منه بقى النهارده هو نفسه في ايه، هو بيحلم بايه، عايزينه يبقى نموذج هو واهله لكل حد عنده طفل فقد البصر او طفل عنده اي نوع من انواع الاعاقات، ان هو ما يستسلمش. بالعكس، انتوا ممكن تعملوا من ولادكم حاجة بسم الله ما شاء الله مش موجودة في الاطفال العاديين حتى. يوسف النهاردة حافظ بسم الله ما شاء الله 15 جزء من القرآن، نص القرآن، وبيحلم او بيناشد دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، او اي حد في المسؤولين عندنا في المحافظه، او لو اي حد برضو من وزاره الاوقاف بيسمعنا. يوسف نفسه في مصحف بارز وموبايل علشان خاطر يعني يقدر يتم حفظ القران، لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين هو مش هيقدر يحفظ من المصحف العادي. يوسف أنا عايزة أسألك، مين من كبار القراء اللي أنت بتحبهم أو نفسك تقرأ زيهم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييك الأول لأنك أتحتي الفرصة إن أنا أطلع على جريدة الدستور. وأنا بتحبي مين يا يوسف في القراء؟ أنا بحب الشيخ محمد صديق المنشاوي، ومين تاني؟ وبحب الشيخ يعني الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. طيب يا يوسف، أنا لما سألتك قلت لك أنت عايز تطلع زي مين؟ سبت القراء وقلت لي عايز أطلع زي مين؟ زي فضيلة الشيخ محمد مطل الشعراوي عليه رحمة الله، ليه بقى؟ لأني كنت عايز يعني أطلع مفسر للقرآن الكريم والأحاديث القدسية. طيب يوسف، النهاردة لو قلنا لك عايزينك تسمع مشاهدين جريدة الدستور معانا النهاردة حاجة، يعني على فكرة يا جماعة يوسف كمان ما شاء الله واخد مركز أول على مستوى الجمهورية في الابتهالات والإنشاد الديني، ولكن النهاردة احنا حابين نسمع منه يعني آيات قرآنية بسيطة كده، فاتفضل يا يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. صدق الله العظيم. الله يا يوسف، بسم الله ما شاء الله عليك. على فكرة يا جماعة، يوسف من أسرة بسيطة خالص، من مركز أبو كبير. والده فتح محل بسيط خالص عجل. يوسف، ممكن بعد ما تاخد نفسك وتريح شوية تقول لنا نشيد أو ابتهال صغير؟ النور أشرق في الوجود جميل، والصبح للكسب الحلال سبيل. النور أشرق في والصبح للكسب الحلال سبيل، يسعى العباد إذا أغل بنوري، يسعى العباد إذا أهل بنوري للرزق فيه والصبح من آيات ربي خالقي وعلى وجود الله فهو جليل. نور الصباح على الوجود غد جعل الصباح لكدنا ولسعينا، جعل الصباح لكدنا ولسعينا، والسعي في أضوائه مقبول. نور الصباح على الوجود هدية، نور الصباح على الوجود هدية للخلق أهدى العباد جليل. هذا الابتهال كان قاله الشيخ محمد عمران عليه رحمة الله. انا كنت لسه هقول لك، يعني ما شاء الله. على فكره يا شيخ محمد عمران، انت عارف ان هو برده كان فاقد للبصر، وبسم الله ما شاء الله يعني سيرته طولت عن عمره. يعني ربنا يجعل لك نصيب كده انك تبقى في شهرته ان شاء الله باذن الله. يا جماعه، طيب احنا برده بنناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه. يعني هو يوسف كان بيناشده ان هو يوفر له الموبايل او يوفر له المصحف البارز. انا النهارده يعني بناشد باسم جلاله الدستور كلها دكتور